السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأصدقاء كنا بنشوف صورة فكان ليه ملحوظة جميلة جدا، ألا وهي إن المفروض الورقة دي سنة 36 بس فيها كلمة برامج، وكلمة برامج دي كلمة حديثة، فإزاي وردت الكلمة ديت والبرامج دي لسه مع الويندوز ومع الحاجات دي؟ هي ملحوظة جميلة جدا، ويعني لما الواحد بيقرأ كتب قديمة لازم يخلي باله من كده، لان ممكن تكون الورقه اللي انت بتقراها دي مصوره، مثلا حد يكون عاملها من 10 ايام ولا حاجه، وممكن يكون الكلمه دي يقصد بيها معنى اخر. على سبيل المثال كلمه هاكر، كلمه هاكر رغم ان انت تعتقد انها مثلا اتعملت من 10 سنين ولا حاجه، بس هي كلمه قديمه جدا من اكثر من 2000 سنه. الكلمه معناها ان انا استخدم الحاجه في غير الحاجه اللي صنعت ليه، يبقى انا كده هاكر. يعني مثلا لو انا كوبايه المايه دي قدرت استخدمها في حاجه غير الشرب، تمام، يبقى انا كده بقيت هاكر، ان انا بقيت اخترع حاجات استخدامات اخرى للحاجه اللي معايا، تمام. مثلا في حاجه حيوان مضايقني، مثلا حشره مضايقني، رحت ايه حابسها مثلا بالكوبايه، اصل ان انا ما موتهاش وان انا اخرجها بره مثلا، فده هاكر. هات لي 10 استخدامات للمعلقه غير ان انت تاكل بيها، تمام. ممكن مثلا تحتفل على واحد صاحبك مثلا، ممكن تحطها في حبر وتكتب بيها، يعني تقدر تخترع حاجات كتيرة. طيب هل كلمة برامج دي نفس الفكرة؟ لو جينا نبص كده هنلاقي إن كلمة برامج أصلا كلمة فارسية، كلمة فارسية الأصل مكونة من كلمتين منام ونامة وكتاب، معناها مجموعة كتب أو قائمة كتب. فدي دي من ضمن الكلمات. لو انت بصيت للقرآن، واي حد عايز يدرس لغة عربية صح لازم يدرس القرآن، لان هو ده يعتبر الكتاب المرجع. لو انت بتذاكر مثلا لغة انجليزية ففي بعض الكتب يقول لك لا لازم تهتم بيها، مثلا ممكن شكسبير مثلا. في لو انت عايز تدرس اللهجة الامريكية يقول لك في بعض الكتاب الامريكان هم دول العمدة اللي لازم تذاكرهم عشان تعرف الحاجات دي. أنا كنت فترة من الفترات بذاكر عبري، فكنت بدخل على مواقع معينة وحاجات معينة أقعد أقرأ فيها. فالقرآن هتلاقي كلمة سيارة، فالواحد دي سيارة دي حاجة، لا سيارة معناها يسير حاجة، يعني أي حاجة بتسير، القافلة لأنها بتسير من مكان لمكان فبتسمى سيارة. كلمة خبز، أنا أول ما جيت جزر عمال أقول عيش، محدش فاهم، الأغلب اللي قاعدين في المحلات اللي مش فاهمين يعني كلمة عيش، لحد ما هي دي، فقالوا لي ده خبز، خبز ما هو عشان بيتخبز. فالكلمات بنحتاج ان احنا نرجع ليها، وفي بعض الكلمات معناها بيتغير عبر الزمن، يعني ممكن كلمة يكون معناها كويس وعبر الزمن تنقل لمعنى وحش والعكس. يعني في الفترة الأولى في بعض الكلمات كتير كنت واقف قدامها، زي كلمة شاطر. كلمة شاطر دي معناها حرامي، يشطر الطريق، يقطع الطريق، كل شوية تقول لك ايه وشطار، وخرج الشطار، وشاطر حسن، يعني حسن حرامي، وهكذا.